هو وهي متجوزين من 30 سنة، هي راحت طلبت الطلاق، فالقاضي بيسألها بيقول لها اطلبي الطلاق ليه؟ قالت له تصور يا حضرة القاضي ان هو ما قاليش انا بحبك غير مرة واحدة. القاضي بص لها كده، مرة واحدة في 30 سنة؟ مرة واحدة؟ ازاي الراجل ده يعمل كده؟ فجاب الراجل، طب راجل كبير يعني، فسأله مراتك طالبة الطلاق؟ قال له أنا مستغرب خالص إنها طالبة الطلاق. قال له بتتهمك إنك ما قلتلهاش أنا بحبك غير مرة واحدة. فقال فعلا أنا أقر وأعترف إن أنا ما قلتلهاش إن أنا بحبك غير مرة واحدة، أول يوم جواز. بس أنا يا سعادة القاضي ما غيرتش رأيي طوال 30 سنة. هو ما غيرش رأيه لكن ما عبرش. واخدين بالكم؟ فهنا كلام الحب بيسبب نوع من الشبع العاطفي والشبع النفسي. مفردات الكلام الحسن. عايزك تحفظ الآية دهيت في سفر الأمثال 16-24. تعبير جميل وبليغ يقول كده، الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. أقولها تاني، الكلام الحسن، احنا جوه البيت، احنا في أول يوم جواز، احنا بنبني قاموس مفردات كلامنا وحياتنا، احنا بنختار الكلام اللي هيبني بيتنا. أكتر حاجة هنستخدمها في هذه الأسرة هو مواضيع الكلام. النهاردة هو وهي، وبعد شوية هيبقى عندهم ولادهم وبناتهم، وهيبقى في كبار وصغيرين، وبقت محور الكلام كله بيدور تحت الآية الجميلة ده هي. الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. شفاء للعظام يعني الصحة الكاملة. انتوا عارفين ان العظام جواها ما يسمى او ما يعني يمكن تسميته بالنخاع، والنخاع ده اللي بيكون كرات الدم الحمراء، دي المصانع صحة. يبقى الدم كده بالأكسجين بتاعه بكرات الدم الحمراء مليان صح، شفاء للعظام. تعالوا ناخد مفردات الكلام الحسن. أول مفرد مفترض في حياة الأسرة هو كلام الحب. كلام الحب، وكلام الحب مش بمعناه الفاضي أو الفارغ زي ما بنشوفه يعني أو بنسمعه. كلام الحب بيعمل نوع من الشبع العاطفي. والكلمة الحب وكلمة أنا أحبك أو أنا أحبك، الكلمة دي في حد ذاتها لها مفعول السحر جوه نفس الإنسان كبير أو صغير. والكلمة نفسها، انت عارف يا ابني ان انا بحبك لكن انت ما نطقتش الكلمة. فكلام الحب المتبادل ما بين هو وهي في غاية الأهمية، ولما بيتقال بطريقة رصينة ووقورة وحلوة وتكون مفهومة عند الطرفين. والنفس الشبعانة من العسل، العسل هنا هو الحب، النفس الشبعانة من العسل بتدوس، النفس الشبعانة مهما شبعت وارتوت تقدر تدوس أي حاجة بره حتى لو كانت بإغراء مثل العسل. خد بالك ان كل طرف لما بيشبع من كلام الحب لا يمكن ان يؤثر فيه الكلام الخارجي مهما كان فيه كلام من بره. ما هو بيشتغل وهي احيانا بتشتغل، هو بيتعامل في مجتمع هي بتتعامل في مجتمع. يا ترى البيت في هذا الدفء العاطفي؟ بقول له فلان مبروك الشقه، قال لي ده علشان فلانه اللي هي بقت مراته راضية.
راضية من أيام الخطوبة، لأنها راضية ربنا بعت الشقة الجديدة دي. كلمة الشكر، نشكر ربنا. وكلمة الشكر هنا بتدينا روح مسيحية للمكان، للبيت. وزي ما كنيستنا بتعلمنا، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب على نعمك الكتيرة بتدهنا. كلمة الشكر، وكلمة الشكر ده هي على أصغر حاجة. وكلمة الشكر ده هي تبقى في لسانك ولسانك باستمرار. نشكر ربنا في المكان الفلاني، في الشغل الفلاني، في المرتب الفلاني، في العمل الفلاني، في الشقة اللي قاعدين فيها، في البيت، في الحاجات اللي موجودة عندنا، في ملابسنا، في صحتنا، في خروجنا. كلمة الشكر، نشكر ربنا. وليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يعني البيت ما يزدادش. هو وهي، هو خطبها وأسرتها، سألوا عندك شقة؟ فقال لهم اه. قالوا نشوف، راحوا شوفوا الشقة، قالوا لا ما تعجبناش الشقة دي. فكت الخطوبة، استنى 6 شهور وخطب بنت تانية. هو كان إمكانياته محدود، شاب. عندك شقة؟ اه عندي شقة. طب عايزين نشوفها؟ لا الشقة دي في الحتة دي مش مناسبة. الكلام اللي بيتقال في مثل هذه المواقف. صاحبنا اتعقد، بعد سنة راح خطب بنت، وهو قاعد وياهم ما قالولوش عندك شقة، فاستغرب. فهو اللي فتح الكلام، قال لهم مش هتسألوني عندك شقة؟ فردوا عليه رد لطيف قوي، قالوا له يعني ما هو بما انك جاي تخطب ضروري عندك شقه. قال اه انا عندي شقه بس لازم تشوفوه. قالوا احنا موفين اي شقه في اي مكان. المهم الانسان لازم تشوفوه. راحت البنت وياه، شافوا الشقه، قعدت تمدحها، الشقه دي كويسه ومكانها حلو، وقالت صفاتها الحلو. بعد كذا شهر اتجوزوا. القصه دي حقيقيه. بعد كذا شهر اتجوزوا. شغله بعد شهر من جوازه، منحوا شقة في عمارات جديدة بيعملها مشروع. فبسأله بقول له فلان مبروك الشقة، قال لي ده علشان فلانة اللي هي بقت مراته راضية، راضية من أيام الخطوبة. لأنها راضية ربنا بعت الشقة الجديدة دي، ودي أحسن 100 مرة من اللي احنا فيها وابتدينا فيها. حياة الرضا، حياة الرضا مرتبطة بالشكر جدا. والبيت اللي فيه كلمة التذمر، ودي كلمة مش من كلمات الكلام الحسن، يعني التذمر الدائم يضيع بركات البيت. يبقى ربنا عمال يعطي بركة وصاحبنا هو أو هي متذمرين، ثم البركة تمشي، يصير البيت بلا بركة، بلا بركة. كلام الشكر. مرة من المرات كنت بصالح ناس، قصة كده بقالها وقت، متجوزين بقالهم 8-9 سنين. فبأسألهم بتصلوا في البيت؟ قالوا كنا بنصلي لما جم العيال خلاص بقى. طب والإنجيل؟ اه ده احنا عندنا إنجيل كويس خالص، بس يعني ما بنفتكرش في قرايته، ولو قرا أي واحد بيقرا في البيت لوحده وخلاص. بينهم عكارة، بينهم مشاكل، وعمالين نتكلم ويا ده ونتكلم ويا دي ومفيش فايدة. فقلت لهم ايه رأيكم نقدر ناخد اجازة من مشاكلنا ونقعد مدة شهر واحد نصلي احنا الاتنين ويا بعض ونقرأ الانجيل ويا بعض؟ اعطيتهم تدريب بسيط قوي ما ياخدش 10 دقايق كل يوم. وسمعوا الكلام في البيت، خلينا المشكلات اللي موجودة عندهم تاخد أجازة، وابتدوا يعملوا التدريب ده. بعد شهر مجوش، فبسأل عليهم ما جيتوش ليه؟ قالوا ما خلاص. قلت لهم ايه اللي خلاص؟ قالوا الحمد لله بين حبايب.
لوحدهم، لأنهم استعادوا وجود المسيح في بيتهم. الأول أهملوه، دلوقتي بيستعدوه. والقديس أغسطينوس له عبارة جميلة قوي، وأرجوكم تفهموها وياي. بيقول كده: من ليس روحانيا في جسده يصير جزدانيا حتى في روحه. هقولها تاني، ده أغسطينوس. أغسطينوس عاش فترة في خطايا كتيرة وتاب، وصار بعد كده أحد القديسين الكبار في تاريخ الكنيسة، بنسميه شفيع التائبين، وبتسموه أنتوا ابن الدموع، وله قصة لطيفة كلنا بنحبها. قال العبارة دي: من ليس روحانيا في جسده. الجسد جسد شايفينه بإيدينا بعينينا، لكن الجسد ده لازم يبقى طبيعته روحانية. اللي ما يعملش كده يصير جزدانيا حتى في روحه، يبقى قلبه مليان شهوات وضعفات وخطايا. يصير جزدانيا حتى في روحه، روحه مش قادرة تنظر للسماء، مش قادرة ترتفع للسماويات، مش قادرة. هو الحكاية بتبتدي ازاي؟ الحكاية زي ما قلت لك في أول مرة، أن الزواج رابطة ثلاثية، والمسيح الذي في الزواج هو صمام أمان. صمام أمان يعني ممكن اللي يتجوزوا وعند باب الهيكل هنا وقدام المذبح، وتم السر وابتدى هو ياخد عروسته، وهم ينطلقوا من هنا، هم مروحين بيتهم والمسيح في وسطهم. ولذلك في كل بيت يتأسس جديدا المسيح صمام أمان. وإن أهملت وجود المسيح، اعرف إن في حاجات هتحصل مش مظبوطة. اوعى تقول كلمة تجرح الطرف الآخر. مرة من المرات هو وهي اتجوزوا، هي كانت من أسرة غنية شوية وهو كان من أسرة بسيطة، واتجوزوا وبعدين الدنيا لفت وبقى مستواه الاجتماعي حلو وبقى عنده خير كتير. ومرة قاعدين بيتعشوا، فهي عايزة تحكي له حكاية، فابتدت الحكاية بالكلمة القاتلة. قالت له: ايه فلان، انت فاكر لما كنت فقير مش لاقي اللضة؟ وهتحكي بقى الحكاية. مجرد العبارة دي كانت كفيلة انها تقسم البيت. واخدين بالكم؟ عشان كده خلي كلامك دايما يصنع سلاما. طوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. الله أولا، قريبك، قريبك مش قريبك بالجسد، تحب قريبك كنفسك. وطبعا بنتكلم في إطار الأسرة، يبقى الخطيب والخطيبة أو الزوج والزوجة. ونمرة ثلاثة، تصنع سلاما. نمرة أربعة، احفظ نقاوة قلبك. أصح أنت بتحفظ قلبك عشان الطرف الآخر، يعني أنت يا أخونا الخطيب وأنت يا أختنا الخطيبة، أنتوا الاثنين بتحفظوا نقاوتكم عشان الطرف الآخر. زي ما شرحت لك المرة اللي فاتت، إن أغلى حاجة تقدمها يقدمها كل طرف للتاني هو القلب النقي. وآخر حاجة، تجنب الإدانة، ما تبقاش قاضي تحكم على الناس. لا تدينوا لكي لا تدانوا. بنغلط، بنغلط، كلنا بنغلط، بس الشطارة ان الغلط انت تشوفه، شفت فيه غلط صليلي. لما اشوف طرف من الاثنين شفت في طرف الاخر غلط، صلي، وقف قدام ربنا، قول: يا رب اذكر الحكاية دي هي المتعبة في فلان او في فلانة، عشان تحفظ سلامة البيت وتحفظ نقاوة البيت. اعرفوا ايها الاحباء ان الاتحاد الروحي او البعد الثالث اللي بنتكلم عليه، لو وجد هنحب بعض اكتر،
لو وجد الاتحاد والبعد الروحي هنفهم بعض أكتر. لو اتوجد الأساس الروحي اللي بتبنوه من دلوقتي هنحتوي بعض أكتر. لو اتوجد الاتحاد الروحي هنغفر لبعض أكتر. هيبقى هو ولا هي عمل حاجة وزعلني أو زعلتني، هتكون النتيجة إن أنا هقدر أسامح. ليه؟ أصل عندي خلفية روحية قوية. وكمان البعد الروحي يخلينا نتجاذب لبعض أكثر وأكثر، نقرب لبعض أكثر.